السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كينج شيف. النهاردة هنقدم لكم برضو السمك بطريقة مميزة وجميلة جدا. احنا هنقدمه لكم بالسمك مشوي بالخضار السوتان. طبعا بحب أشكر كل أصدقائي المشتركين معايا والمتابعين، وبحب أشكركم جميعا على التعليقات الحلوة طبعا اللي بتابعها. وبتمنى يا جماعه اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، لا فعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان يوصل منا كل جديد، وتابعونا دايما هتلاقوا منا كل جديد، ما تنسوش تحطوا اللايك، وبتمنى التوفيق للجميع. النهارده احنا معانا كيلو سمك بنيس. طبعا السمك ده سمك بنيس سمكتين. هنعمله اول حاجه معانا ننضف السمك كويس زي ما انتم شايفين كده، السمك متنضف كويس من بطنه. هنعمل هنا يا جماعه ثلاث تخطوط كده، يعني تشوفوا كده في الجنب الثاني برضه نفس الوضع. هنشق السمكه ثلاث شقات، طبعا بنشقها على نفس اتجاه الجنب الثاني، يعني نازله كده الشقه تبقى نازله برضه من الجنب ده والجنب ده نفس الوضع. طبعا الاكله دي مميزه جدا واكله صحيه واكله جميله جدا، ومحدش يعني في مصر بيعملها خالص، لكن احنا الحمد لله هنقدم لكم كل الاكلات الانترناشنال والاكلات العالميه ان شاء الله نقدمها لكم عشان تتعلموا مننا الجديد. يعني في الواحد لما يقدم هنقدم اكله انتم معتادين ان هي تتقدم لكم، او اكلات معتادين انتم عليها، لازما اي حد في المطبخ بتاعه يعمل كل جديد. احنا عندنا بعد ما احنا شققنا السمك كده، البهارات اللي عندنا معلقه ملح صغيره، عندنا يعتبر اربع معالق او يعني اقل من ربع شويه زيت زيتون او زيت عادي، ما تكلفوش نفسكم. احنا معانا هنا نص معلقه فلفل، لو عايزين يا جماعه تزودوا كمون زودوا كمون، كل واحد وحسب الطعم اللي هو عاوزه. احنا عندنا هنا نص كوبايه خل، ما نحتارش كتير، مش هنحتار كتير في الخل، ممكن نستخدم الخل الابيض، ممكن نستخدم خل العنب الاحمر هيبقى له نكهه وطعم احسن، او خل العنب الابيض. انا عندي خل العنب الابيض زودته معلقه اللي هو الصوص، صوص العنب اللي هو البلسمك العنب اللي هو بيبقى مزز زي الخل كده بالظبط، طبعا كلكم عارفينه. احنا معانا هنا قرن فلفله اخضر، قرن فلفله طبعا اللي هو الاخضر الفاتح، ومعانا واحد احمر، ومعانا جزرتين وثلاث تخصص توم وثلاث حبات كوسه. الخضار يا جماعه طبعا انا جهزت طبعا السمك بتاعي كده، وانتم شايفين الصوص بتاعي، الصوص بتاعي ده اللي هو الزيت، وده مش هستخدمه. هو ان اقطع الخضار كله رويه خالص على قدر الامكان يا جماعه، نقطعه رويه زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى كله سوي واحد. قطع الخضار كله بتاعنا وهنرجع معاكم تاني. وزي ما انتم تابعتونا كده قطعت الخضار بتاعي كله طرنشات، لسه بس التوم. هنقطع التوم برضه طرنشات برضه رقيقه خالص. وطبعا التوم زي ما انا قلت لكم قبل كده اكتر من مره، التوم مش هحطه مع الخضار الا في الاخر خالص. عشان قلت لكم التوم بياخد اللي بيستوى بسرعه وبيتحرق، فلازم نسويه في الاخر خالص بعد ما بنخلص تسويه. يعني لما الخضار بتاعنا يقرب يخش بالسوي بيقوم احنا مسويين ننزل عليه بالفصين التوم بتاعنا. دلوقتي هننزل بالبهارات بتاعتنا والخل اللي احنا عاملينه، الميكس الخل بالبلسم اللي احنا مجهزناه.
زي ما انت شفتونا كده هننزل بالميكس الخل والبلسم عليه والملح بتاعنا والفلفل وزيت الزيتون. بعد كده كله يتقلب كويس. وهنسيبه بالظبط 10 دقايق وبعد كده هنروح على النار زي ما شفتونا كده. يلا بينا. وزي ما انتم متابعينا كده حطيت الطاسه بتاعتي على النار وبعد 10 دقايق بالظبط وهنبدا ننزل بالخضار السوتيه بتاعنا في القلايه بتاعتنا او لو احنا في المطعم بنشوي على طبعا الشوايه او في الفرن بتاع البوتاجاز ممكن نحط الخضار برضو ونشويه في فرن البوتاجاز. يعني المهم ان في لكل حاجه لها تصرف ولها حل. نبدا ننزل بالخضار بتاعنا. اقول لكمش بقى على الريحه عامله ازاي. طبعا هنفضل نقلب فيه لمده ربع ساعه لحديت ما ياخد لون ويستوى معانا الخضار كله. نفضل نقلب فيه لمده ربع ساعه لحديت ما ياخد لون ويستوى معانا. اهم حاجه برضو ما نخليش النار بتاعتنا عاليه قوي، نوطي عليها بحيث ان هي ان الخضار بتاعنا ما يتحرقش مننا واحنا بنسويه. ما اقولكمش ريحة الخضار وهو بيشوى ريحته عاملة ازاي. اللي مديله النكهة ديتي طبعا بلسم العنب والخل. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه بتاعتنا وتقولوا لي رايكم ايه في الاكله الجميله ديتي. ولسه كمان اما ان شاء الله اما تخلص هتشوف شكلها عامل ازاي الشكل النهائي خالص. اتمنى ان هي تعجبكم. كل الاكلات اللي احنا بنقدمها دايما اتمنى ان هي تعجبكم. وفعلا انا يعني بشكركم كلكم لان كلكم اخواتي واحبابي، بشكركم ولولا ان دعمكم المستمر يعني الواحد ما كانش هيوصل اللي وصل ده من غيركم. طبعا عشان ما اطولش الفيديو عليكم زياده عن اللازم هنقفل دلوقتي وهنرجع معاكم بعد يعني من 10 دقايق لربع ساعه ما يكون الخضار بتاعنا استوى والشوى براحته كده وهتشوفوا لونه الحلو بعد ما احنا نكون سويناه. وبكده زي ما انتم متابعينا شايفين الخضار بدا ياخد لون معايا اهوتي والخضار بقى جاهز. على فكره يا جماعه الخضار السوتيه ده ما بيبقاش مستوي لدرجه الخضار اللي هو يعني مطبوخ في الحله او كده، الخضار بيبقى سنه كده بيقرمش لان ده خضار سوتيه، ده خضار صحي يا جماعه. يعني حتى لما نيجي نضغط كده على الجزر كده ما بياخدش السوي بتاعه الكامل، ما بيستواش ان هو يبقى خلاص بقى يعني طري زي ما احنا مثلا بنسويه في الحل او كده، لا هو بس هنا بيشم يعني السوي شويه. دلوقتي نبدا ننزل بالثوم. نزلنا كده بالثوم بتاعنا وهناخده تقليبه معاهم لحد ما الثوم بتاعنا يطلع الريحه بتاعته.
الوصفة يا جماعة صحية جدا جدا، اتمنى ان هي تعجبكم، وان شاء الله يعني كل الوصفات اللي انا بعملها بتتعمل طبعا بالسمك الموجود عندنا في مصر، سواء احنا نقدر نعملها طبعا بالبوري الموجود عندنا او اللي هي الدرانة او القطع، او تتعمل بالبولتنج. وطبعا ان شاء الله كلها يعني شهر ولا شهر ونص بالكتير واكون موجود في مصر لو شاء المولى عز وجل، وهقدم لكم يعني وصفات كتير جدا جدا في مصر بالاسماك المصريه، عشان ما تقولوش الكينج شيف بيقدم لنا طبعا سمك كله مش موجود. وعلى فكره البنيس موجود في مصر طبعا، بس طبعا اسعاره غاليه جدا، واحنا في وضع يعني اقتصادي صعب على الجميع، الله يكون في عون الجميع. يعني عشان الواحد يجيب مثلا حتتين بنيه زي دول مش اقل، كيلو بنيه ده مش اقل من 150 جنيه في مصر على ما بسمع الاسعار يعني. ولسه ان شاء الله هننزل وهنشوف الاسعار عامل ايه، وهنحاول ان احنا برضو واحنا موجودين في مصر نقدم لكم ارخص انواع الاسماك اللي موجوده والاكلات الاقتصاديه اللي موجوده في مصر، عشان تقدر ان هي تقدر تواكبوا معاها، وتقدر ان احنا نعيش ونقدر ان احنا نعيش في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده. الله يكون في عون الناس. زي ما انتم تابعنا كده خلاص الثوم بتاعنا استوى، اتحمر مع طبعا مع الخضار زي ما انتم شايفين كده، ده الثوم استوى هو خالص. دلوقتي احنا هنبدا ننزل بالخضار في حاجه، هننزل بو في طبق او في اي حاجه موجوده عندنا عشان نجهز السمك. نوطي النار خالص وننزل بالخضار. طبعا لو احنا نزلنا في السمك كده في القلايه بتاعتنا بالطريقه ديتي هيلزق معانا وهيدي ريحه وطعم مش محبوبه، فالافضل ان احنا نغسل القلايه بتاعتنا ونرجع تاني بيها على النار. وزي ما انتم اتعودتوا معانا احنا غسلنا طبعا الطاسه بتاعتنا غسلناها كويس، ودلوقتي الطاسه احنا حطيناها على النار وقربت تنشف اهيتي، هننزل فيها رشه ملح خفيفه عشان طبعا نبدا نشوي السمك بتاعنا. طبعا يا جماعه انا محدق الخضار، لكن ده حق طبعا السمك لان ما حدقتش السمك. وهنبدا ننزل بالسمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنخلي طبعا بطن السمك لجوه عشان نعرف نقلبه من ظهره لما نيجي نقلبه. هنسيبه برده على النار ياخد كده راحته خالص ويستوى معانا، زي ما قلت لكم بياخد من 5 لـ7 دقائق كل جنب براحته خالص كده ان هو ياخد السوي بتاعه. وزي ما انتم شايفين ده الخضار بتاعي انا جهزته، وادي الخضار السوتيه جهزته، مش هنزل بوه على السمك الا لما السمك بتاعنا يستوى خالص ويبقى جاهز عشان ياخد طعم السمك المشوي معانا. تابعونا. وبكده زي ما انتم تابعينا هنبدا السمك بقى دلوقتي تقريبا 7 دقائق نقلب السمك بتاعنا. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعنا بنخليه اللون بتاعه اخد اللون الذهبي ده، وهنقلب السمكه الثانيه وهنسيبه برضه ياخد على الجنب الثاني ده برضه تقريبا في حدود برضه 7 دقائق لـ10 دقائق عشان نتاكد ان السمك بتاعنا اخد شويه مظبوط. وكده يا حبايبي في كل مكان زي ما انتم تابعتونا كده شايفين، بسم الله ما شاء الله السمك. واللي نزل ده يا جماعه زيت السمك، وعشان ان احنا ندي الخضار نكهه مع السمك هننزل بالخضار بتاعنا على السمك.
هو كده يا جماعه السمك استوى، نستنى عليه 5 دقايق اما الخضار ياخد بالطعم وريحه السمك بتاعنا، وبعد كده نحطه في اطباق التقديم. وبكده احباب وصلاه في كل مكان، الاكله بتاعتنا بقت جاهزه للتقديم. هنحطها دلوقتي في اطباق التقديم وهنوريها لكم. وديتي اكله السمك بالخضار السوتيه، يلا تابعونا واستنونا دلوقتي واحنا بنحط في اطباق التقديم وتشوفوا طريقه التزيين بتاعتنا الخضار الجميل ده. وبكده يا حبايب وصلاه في كل مكان، زي ما انتم شفتونا الاكله الجميله بتاعتنا، طبعا الخضار السوتيه وبالسمك اكله جميله، والسمك مشوي طبعا عطي طعم ولذاذه مفيش بعد كده. والطبق ده زينته شويه بالبلسم العنب، اتمنى ان الاكله تعجبكم وكل الاكلات اللي طبعا احنا بنقدمها تعجبكم، واتمناكم دايما ان انتم تتابعوني. وانا عاوز اللي يستنتج الاكله الجايه ان شاء الله لو عندي 500 مشاهدة على أي فيديو هو يحدده، على أي فيديو هو يحدده، لو عندي 500 مشاهدة اللي يحدد إيه الأكلة الجاية اللي أنا هعملها. ومن هنا ورايح انتظرونا في فوازير الأكلات الجديدة اللي إحنا هنعملها. هل يا ترى إحنا هنعمل أسماك؟ هل إحنا هنعمل طبعا أكلات اقتصادية؟ هل إحنا هنعمل لحوم؟ هل إحنا هنعمل إيه بالظبط؟ يحدد نوع الاكل اللي احنا نعملها، وده طبعا موضوع صعب جدا جدا. اتمناكم ان انتوا طبعا تتابعونا دايما وتقولوا لنا احنا هنقدم لكم ايه الوصفه الجايه، واللي محتاج وصفات معينه يقول لنا عليها واحنا ان شاء الله هنقدمها لكم. بشكركم جميعا على المتابعه، وبشكر كل احبابي اللي تابعوا الفيديو للاخر كده. بشكركم كلكم من قلبي. كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.